وبابا هل قد احنا سوينا. اما انت فد يوم تمن على من تحبه وتعشقه، واذا المعشوق اطاع يمن على الله لانه اطاعه لو لانه احبه، اي منهما. ولهذا تجدون ان امير المؤمنين يقول انما عبدتك حبا حبا، لان العلاقه بينه وبين ربه غير علاقه، بس احنا تصورناها هذا من مختصاتي. لا عزيزي، هذا دا يبين انه بابا لابد شنو ان ترتفعوا الى مقام العلاقه، يحبهم ويحبونه. من قال لكم انها مختصه؟ نعم درجاتها مختلفه، ما حد يقول انه تستطيع ان تصل الى مقام سيد الموحدين سيد الاوصياء، لا لا لا، ولكن العلاقه نوعها سنخها حقيقتها يا علاقه، علاقة الحب. هاي القراءة من يقدر يقدم، الرجل والمرأة؟ ها؟ أصلا ما يمكن للرجل أن يقدم هاي القراءة. ليش؟ لأنه هو بقدر ما يستطيع يحاول أن يقول أنه أنا عقلاني، حتى لو عنده عواطف وأحاسيس يحاول شنو؟ أن يبعدها عن المعادلة. إذن كما نحن نحتاج